شهد الدور الإيطالي على مدار تاريخه الممتد ل124 عاما الكثير من الإثارة والمتعة، لكن لم تكن هنالك إثارة أبدا أكثر مما حدث في 5 مايو عام 2002. لقد بدأ ذلك اليوم في ظل منافسة شرسة من جانب 3 أندية على اللقب، وفي الطرف الآخر من جدول الترتيب كانت 4 فرق تحاول البقاء في الدوري الذي كان آنذاك أقوى بطولة في العالم من دون أدنى شك. وعندما أشرقت الشمس في صباح ذلك اليوم، كان إنتر ميلان الذي يتولى قيادته المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، ويضم كوكبة من النجوم مثل الظاهرة البرازيلية رونالدو وكريستيان فيري وكلارنس سيدور، يحتل صدارة جدول الترتيب برصيد 69 نقطة. وكان مالك النادي موراتي قد كسر الرقم القياسي لأغلى صفقة في العالم 2 منذ استحواذه على النادي عام 95، لكن استثماراته الضخمة لم تكن قد ساعدت النادي بعد في الحصول على لقب الدوري. كان إنتر ميلان يضم عددا من اللاعبين البارزين في عالم كرة القدم، وكان يتصدر جدول الترتيب منذ أواخر شهر مارس آذار، وكانت مهمته في اليوم الأخير بسيطة وواضحة، وهي الفوز على لاتسيو في ملعب الأولمبيكو من أجل ضمان الحصول على لقب الدوري. وكان يوفنتوس الذي باع نجم الفريق الأول زين الدين زيدان إلى صفوف نادي ريال مدريد في الصيف السابق لا يزال لديه خط هجوم قوي للغاية بقيادة ديفيد تريزيكيه وأليساندرو ديل بييرو، يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة. وكان يوفنتوس سيواجه أودينيزي خارج ملعبه في الجولة الأخيرة من الموسم، في حين كان حامل اللقب روما بقيادة المدير الفني فابيو كابيلو، والذي لم يخسر سوى مباريتين فقط في الدوري طوال الموسم، يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 67 نقطة. كان روما سيواجه تورينو في الجولة الأخيرة من الموسم على ملعب ديلي ألبي. أما فيما يتعلق بصراع البقاء في الدرجة الأولى، فقد بدأ نادي بريشيا ذلك اليوم وهو يبتعد بفارق 2 نقطة فقط عن منطقة الأمان، على الرغم من أنه كان يضم بين صفوفه النجم الإيطالي الكبير روبرتو باجيو وجوسيب كوارديولا ولوكاتوني، وفوقهم بقليل وبرصيد 39 نقطة كان يوجد نادي بياتشينزيا الذي قدم 1 من أروع قصص النجاح في ذلك الموسم. وكان مهاجم الفريق داريدو هوبنر البالغ من العمر 35 عاما يبتعد بهدف واحد فقط عن تريزيجيه في قائمة هدافي المسابقة حتى اليوم الأخير من الموسم. أخذ يوفنتوس زمام المبادرة في صراع الحصول على اللقب، وأحرز هدفا في مرمى أودينيزي بعد 2 دقيقة فقط من بداية اللقاء. انطلق أنطونيو كونتي من الجهة اليمنى وأرسل كرة عرضية مثالية لتريزيجيه الذي وضع الكرة في الزاوية السفلية للمرمى بسهولة، وكانت الجماهير التي احتشدت في الملعب وهي تحمل لافتات بكلمة يوفنتوس على وشك أن تقتحم ملعب المباراة. لقد كان الهدف الذي أحرزه تريزيجيه يعني التفوق يوفنتوس على إنتر ميلان في صراع الصدارة على اللقب، ويعني أيضا تقدم المهاجم الفرنسي بفارق 2 عن أقرب منافسيه في صراع الهداف. لقد كانت هذه بداية رائعة ليوفنتوس، بل وأصبحت الأمور أكثر روعة عندما صنع تريزيجيه هدفا آخر لديل بييرو الذي سيطر على الكرة بلمسة أولى بارعة ووضعها في الشباك في 11th ليتقدم يوفنتوس بهدفين دون رد ويتصدر جدول الترتيب. وسرعان ما شقت هذه الأخبار طريقها باتجاه الجنوب لتصل إلى الآلاف من مشجعي نادي إنتر ميلان الموجودين في ملعب الأولمبيكو عبر أثير الراديو. لقد كان إنتر ميلان بحاجة إلى الرد على ذلك، وبالفعل جاء الرد سريعا، ففي 12th لعب لويجي دي بياجو
ركلة ركنية داخل منطقة الست ياردات، وأخطأ حارس مرمى لاتسيو أنجيلو بيروتسي في تقدير الكرة لتسقط أمام النجم الإيطالي كريستيان فيري الذي وضع الكرة في الشباك ومزق قميصه وانطلق بسرعة يحتفل باتجاه جماهير أنتر ميلان. أصبح أنتر ميلان متقدما بهدف دون رد وعاد لصدارة جدول الترتيب، لكن لاتسيو لم يكن لقمة سائغة ولم يستسلم، وبالفعل نجح اللاعب بوبيسكي في تسجيل هدف التعادل للاتسيو. لكن أنتر ميلان عاد لشن الهجوم من جديد، ونجح دي بياجو مرة أخرى في التسجيل لتصبح النتيجة تقدم أنتر ميلان بهدفين مقابل هدف. ومع ذلك كانت كرة القدم الإيطالية قد عودتنا على الإثارة والمتعة في تلك الفترة الكلاسيكية من الدوري الممتاز، فعندما حاول الظهير الأيسر لأنتر ميلان غريتسكو إعادة الكرة بالرأس إلى حارس مرمى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، قرأ بروبيسكي اللعبة جيدا وقطع الكرة ووضعها في الشباك مسجلا هدف التعادل للاتسيو. لقد كانت هذه ضربة قوية للغاية لآمال أنتر ميلان في الفوز باللقب، وقد جاءت في أسوأ وقت ممكن. وفي ظل تعادل أنتر ميلان مع لاتسيو بهدفين لكل فريق وفوز يوفنتوس على أودينيزي بهدفين دون رد، ألقى المدير الفني ليوفنتوس مارشيلو ليبي حديثه الأخير للاعبين. وبغض النظر عما قاله آنذاك فقد نجح الأمر، حيث خرج يوفنتوس للشوط الثاني بكل قوة، وبدا للجميع أنه عازم على إحكام سيطرته التامة على المباراة وأنه لن يدع الفوز يفلت من بين يديه، وبالتالي كان يتعين على أنتر ميلان أن يحقق الفوز على لاتسيو. وكان بريشيا أيضا بحاجة إلى هدف في مباراته ضد بولونيا، لكن الأمور لم تكن تسير على ما يرام بالنسبة لباجيو أو بريشيا في الشوط الأول، وكان استمرار التعادل السلبي يعني هبوط بريشيا رسميا من دور الدرجة الأولى. وبالعودة إلى العاصمة بدأ أنتر ميلان الشوط الثاني بهدوء غريب، لقد كان أنتر ميلان يغرد منفردا في صدارة جدول الترتيب بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقه، لكنه بدأ الآن وكأنه مجرد ظل أو شبح لمستواه السابق. وعندما أحرز دييغو سيميوني لاعب أنتر ميلان السابق هدف التقدم للاتسيو لتصبح النتيجة تأخر أنتر ميلان ب3 أهداف مقابل هدفين بعد مرور 10 دقائق من بداية الشوط الثاني، لم يكن الأمر مفاجئا، لم يحتفل سيميوني بالهدف الذي أحرزه في فريقه السابق، لكن ذلك الأمر لم يكن سوى مجرد عزاء صغير لجماهير أنتر ميلان الذي تعقدت مهمته تماما وأصبح بحاجة إلى إحراز هدفين للفوز بالمباراة والحصول على اللقب. وسرعان ما سارت الأمور من سيء إلى أسوأ بالنسبة لنادي أنتر ميلان، حيث استفاق نادي روما في مباراته أمام تورينو، سجل أنطونيو كاسانو هدفا رائعا ليمنح روما التقدم بهدف دون رد، وبالتالي انتقل أنتر ميلان من صدارة جدول الترتيب إلى المركز الثالث في غضون 23 دقيقة فقط. لكن العقوبة لم تنتهي بعد بالنسبة لأنتر ميلان، ففي الدقيقة 73 من عمر اللقاء عزز سيميوني إنزاغي المدير الفني الحالي لأنتر ميلان تقدم لاتسيو ليتأخر أنتر ميلان 4 أهداف مقابل هدفين. وبعد ذلك بوقت قصير تم استبدال النجم البرازيلي رونالدو الذي جلس على مقاعد البدلاء والدموع تنهمر من عينيه وتسيل من بين أصابعه، بينما كانت أحلام أنتر ميلان بالفوز باللقب تتبخر وتتلاشى. ولا تزال تلك الصورة واحدة من أكثر الصور شهرة في تاريخ الدوري الإيطالي الممتاز، خصوصا أنها كانت المباراة الأخيرة لرونالدو مع أنتر ميلان. وبينما كان نادي أنتر ميلان ينهار، بدأ لاعبه السابق روبرتو باجيو يحالفه بعض الحظ مع بريشيا،
حيث أحرز جوناثان باتشيني هدف التقدم لبريشيا في وقت مبكر من الشوط الثاني. ثم تعرض باتشيو لتدخل قوي من ماسيمو تارانتينو ليحتسب الحكم الإيطالي الشهير كولينا ركلة جزاء لصالح بريشيا. نجح الحارس جيان لوكا باليوكا في التصدي لركلة الجزاء التي سددها باتشيو في البداية، لكن الكرة عادت إلى باتشيو مرة أخرى ليضعها في الشباك، وتصبح النتيجة تقدم بريشيا بهدفين دون رد. وسجل لوكا توني الهدف الثالث لبريشيا ليضمن النادي البقاء في الدوري الإيطالي الممتاز. وبينما كان مشجعو يوفنتوس يغنون ويحتفلون بتقدم فريقهم على أودينيزي، ومشجعو أنتر ميلان يشعرون بالصدمة بعد تعرض فريقهم لأحد أكبر الانهيارات في الرياضة الحديثة، كانت هنالك خاتمة غريبة لهذه القصة الملحمية. فعندما سجل داريدو هوبلر ركلة جزاء لبيتشينزا ليمنحه التقدم بهدفين دون رد أمام هيلاس فيرونا، أصبح اللاعب على بعد هدف واحد فقط من تريزيجيه في معركة الحصول على الحذاء الذهبي. وقبل 6 دقائق من نهاية المباراة، وجد المهاجم المخضرم هوبلر نفسه أمام مرمى فيرونا ليراوغ حارس المرمى ويضع الكرة في الشباك من الزاوية الضيقة، ليتقاسم اللاعب البالغ من العمر 35 عاما جائزة هداف الدوري الإيطالي الممتاز مع تريزيجيه. خلع هوبنر قميصه وزار احتفالا بهذا الإنجاز التاريخي. انطلق الصافرات نهاية مباريات الجولة الأخيرة في جميع أنحاء البلاد. كان يوفنتوس بطلا لإيطاليا، وكان روما في المركز الثاني، وتراجع انتر ميلان إلى المركز الثالث. وإذا نظرنا إلى الوراء، في 5 مايو عام 2002، وهو اليوم الذي شهد الكثير من الدراما التي يتمناها أي عاشق لكرة القدم، فإن الحزن الوحيد هو أن هذا ربما كان اليوم الأخير من إمبراطورية الدوري الإيطالي المجيدة التي هيمنت على كرة القدم العالمية لمدة عقدين من الزمن.